لأحمد مولاي زيماموش وإيبوسي، فرصة كبيرة لشبيبة القبائل لتعديل النتيجة. كلاسيكو يفي بوعوده إلى حد الآن. إيبوسي الكاميروني، ألبرت إيبوسي ومحمد لامين زيماموش، إيبوسي وفرصة التعديل للشبيبة. إيبوسي جول جول، هدف التعادل للشبيبة. الكناري يعود من بعيد، الكناري يحلق في السماء. تيزي ويزو عن طريق الأسد الكاميروني، الأسد الجموح ألبرت إيبوسي يعدل النتيجة من علامة الجزاء. هكذا دفاعات اتحاد الجزائر يجب أن تسأل، لأنها في الجولة الأولى تلقت هدفا من علامة الجزاء، ولمسة يد كانت واضحة أمام وفاق سطيف، واليوم لمسة يد واضحة، ركلة جزاء للشبيبة.